أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. في هذا الفيديو سنقوم بعرض أهم المحاور التي سنقوم بشرحها ومناقشتها خلال الأسبوع الثالث. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم على الشاشة من خصائص الشريعة الإسلامية، هذا هو عنوان درسنا: الإيجابية. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تبين مفهوم إيجابية الشريعة الإسلامية، توضح مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية تمتثل على الإيجابية الشرعي في الأحكام الشرعية، تستنتج أثر إيجابية الشريعة الإسلامية وتبادر إلى فعل الخير. في هذا الدرس سنقوم باستعراض مفهوم الإيجابية، مظاهر الإيجابية في الشريعة الإسلامية، الإيجابية في الأحكام الشرعية. وكما قلت لكم في الصف أن الخريطة المفاهيمية هي تلخص فهمك دائما للدرس ولتفاصيل الدرس. أرجو أن تحرص على أن تمتثل في ذهنك، فهي تساعدك دائما على فهم أهداف الدرس. الفهم والتحليل: الإيجابية سمة من سمات الشريعة الإسلامية، وهي سبب لفاعلية المسلم وسعيه للخير في كل الأحوال. وبالمعنى الشرعي هي قدرة الشريعة الإسلامية على جلب النفع، إبعاد الضرر عن الناس، وبث الأمل والتفاؤل في نفوسهم، دعوتهم إلى التفاعل مع المجتمع ونشر الخير للناس جميعاً. إيجابية النظرة إلى الحياة: تنظر الشريعة الإسلامية إلى الحياة الدنيا نظرة ملؤها الشعور بالمسؤولية، فهي دار العمل يعبر بها الإنسان إلى الدار الآخرة. أمرت الشريعة الإسلامية بإعمار الأرض والسعي فيها بالخير والصلاح، كما أمرت بالصلاة والسعي في الأرض طلباً للرزق، ودعت إلى الاستمرار في العمل والإنتاج. أيضاً إيجابية النظرة إلى النفس: هنا حرصت الشريعة الإسلامية على بث الطمأنينة في النفوس بالدعوة إلى الرضا بقضاء الله وقدره، والحث على حسن الظن به سبحانه. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وبذلك يطمئن الإنسان ويتحرر من جميع المخاوف التي قد تواجهه في الحياة، فلا يخاف على رزقه ولا على أجله، لأن كل أمره بيد الله تعالى، مع استمراره في السعي والعمل والإنتاج. الإيجابية في النظر إلى المستقبل: هنا عزيزي الطالب، دعت الشريعة الإسلامية إلى الاستبشار والتفاؤل بالخير، وقد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في ذلك. ففي رحلة الطائف، وبعد أن لقي من أهلها سوء المعاملة والإيذاء، استبشر متفائلاً بإسلامهم ورفض الدعاء عليهم، فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وأيضا نهت الشريعة الإسلامية عن اليأس والحزن والاستسلام للأفكار السلبية التي تؤثر على نفسية الإنسان، ودعته إلى الثقة برحمة الله تعالى. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إيجابية النظرة إلى الإنسان: دعت الشريعة الإسلامية إلى العلاقات الإيجابية بين الناس، أن يحرص المسلم على ما فيه النفع للناس، دعوة الناس إلى الخير، نهيهم عن كل ما يلحق بهم الضرر وينشر الفساد، التناصح والتواد والتراحم بين الناس مما يقوي المشاعر الإيجابية بينهم ويزيد الترابط، التعاون على البر والتقوى في المجالات الإنسانية والعلمانية، وإعمار الكون وتسخيره للإنسان،
إدخال الفرح والسرور على قلوب الناس. فقد عدت الشريعة الإسلامية من أحب الأعمال إلى الله تعالى، ومن مظاهر ذلك إشاعة الفرح في الأعياد والمناسبات كأيام العيدين وإشهار الزواج ونحوها. بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة المراجعة والتقويم، نبين خلالها مفهوم الإيجابية في الشريعة الإسلامية ومظاهرها، ونستنتج من هذه النصوص القرآنية مظهرا من مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية، نذكر أمثلة على ذلك. إلى هنا عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.